نحن مديرية صحة إدلب نشكر مؤسسة أورينت الإنسانية على تقديمها أدوية مزمنة لصالح المشافي والمراكز الطبية في المناطق المحررة تقديمها إلى المستفيدين. طبعا يوجد لديها أهمية جدا لغلاء ثمنها أول الأمر، وثانيا لصعوبة تأمينها. طبعا توزع مجانا بشكل عام على كل المستفيدين. المنطقة كانت بألذ الحاجة لهذه الأدوية وتم تأمينها من مؤسسة أورينت الإنسانية. نتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة أورينت الإنسانية على تقديمها الأدوية لصيدلية مشفى الجامعة لكي نقدمها للمرضى والمراجعين بالمشفى، ولهم جزيل الشكر منا. نحن مديرية صحة حلب الحرة في مدينة مارع، لقد قمنا اليوم باستلام بعض الأدوية المزمنة من مجمع أورينت الطبي في محافظة إدلب، لأن المنطقة كانت بحاجة إليها وقد تم تأمينها من زملائنا الموجودين في مركز تجمع أورينت الطبي بمحافظة إدلب. نتقدم لهم بكل الشكر على جهودهم المبذولة.